مين؟ النهارده جيت لكم وجايب لكم معايا عرض مغري جدا جدا جدا. يا ترى ايه هو العرض؟ اشتري 5 ازايز شامبو وخد صابونه هديه. نجوى نجوى اقعدي مكاني اقعدي مكاني دقيقه واحده بس. شكة قوي منى. انا عايزك تاخدي لي ميعاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجي ازوركم بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تاكدي ان دي اكتر حاجه هتسعده في توبته. قلت يا منى اهو ماشي. سوري مش هقدر اكمل معاكم عشان دي مش مكانتي. انا اسف. سوري سوري. يا عيني هتشاي يا علي. يلا موان. على مهلك. جميلة. يلا موان. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل. مش هتشيل. مش هنشيل. عادي بقى وختام اتنادي يا ابراهيم. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انت بتعمل انت عايز وش هايب سويت. بديك فرصه. تعال نطلع البلاغ ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فهمت كمان؟ لعلمك مش حلو اللي بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانيه، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا. شيل القرف ده من هنا؟ ده انت مستهيفنا بقى يا. اه مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا. لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجه. عشان ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخل؟ انا فيلم كده ولا ايه؟ اه في كده كمان. وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر. مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. شرف انا نفسي اتجوز واتهنى. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت يا بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا الشيش. خش جوه يا بيت. وانت بقى لا مؤاخذه يعني ظروفك ايه يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منى موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منى وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. اه والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ اه طبعا حضرتك يعني تشوف وتقانس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. ما تقلقش يا هو. الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا اخرس يا انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام. وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحارة دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه؟ بقى موضوع الخطوبة والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطة مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات ياه. الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافندي اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجة. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزا؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزايا يا استاذ ابراهيم. يا بيبقى خلاص. احنا بالصلاة على النبي كده نقرا الفاتحة
قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانية واحدة بس يا أستاذ إبراهيم، هو حضرتك ليه محسسني إن رؤوف غلط مع الأخت؟ غلط في مين؟ أنت بتقول إيه يا لا بيقول محسسني بس يا موان، بس يا موان، أما الرجالة تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا إبراهيم أجمع نفسي بس شهر. مفيش مشكلة. حاضر. قدامك شهر. بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. يلا طب نكمل الفتحه. يلا عارفين يا يلا فين معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. مناشوه. مناشوه مين يا ابراهيم؟ مناشوه يا ابراهيم. بيه مناشوه بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. روح بالظبط وسط امهم. زرات يا بنت عايز نار على كلام مستقبلك. مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صاي. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي. الشقه طويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز باب الفلق. يا جدع انا اتخمست في وشي. احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا موزه وعايز مكنه؟ اوعى ابراهيم، اوعى ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي وضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتصدقني. انا مصدقك يا ابراهيم. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر يا ابراهيم. اتفقنا. مريض. اقفل دي بس. صباء يا صباء. صح عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمولة. اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، من المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. ايه يا روف يا جدع؟ بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل. انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قوم يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعقدش يا اخو بايب. فريق وحدك بتشتغل ايه يا دار؟ قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار؟ فين اشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند استاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شير رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. هو على ايه؟ انا اذنك. الحب الخط العلامه وانا احب ادوب في دوامه. اهو بيصب اهو بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيب. ايه؟ مش مشكلة، خد ساقع البيرة دي. لا أنا بحب أشربها سخنة عشان بتفكرني بالشوربة. بعشق دماغك.
حول قوه الا بالله. ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد خش، خد راحتك على الاخر. بس ديدي ايه ده؟ ايوه مسا مسا روح. مسا النور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعملي معاها الصح. الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه. بدونية مسا مسا وبعيد. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هم خد يا حبيبتي، اعتبري البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا وبعيد. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا وبعيد. هات سقعة لك كبيرة، هات سقعة لك كبيرة. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبدل بدونية. لا بقول مسا مسا وبعيد. ميسا ميسا مدام. فاضل اسبوعين على الفرح. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو وقوف. استنى ناقص ودي نمه من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال يعني، طيارات فرانكفورت وصلت كله كاب خرجوا الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك قلقان ليه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف اسف. امان طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيره بالصدفه تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا ربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربيه. حاضر. يلا صباح حضرتك. صباح حضرتك. قول لي يا ولد. هو ماتت. مين اللي خبط العربيه؟ ربنا الله الله يرحمه. امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوك يعني بعدين يعني ادينا حو وكلاب. لو تقام لو تقام. نورتي مصر يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تيجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه انا بقول لك حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. حاضر يا تيتا خلى ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه يرتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. اهلا يا هانم. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ابنوا بيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هان. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل كده حضرتك. يلا جوبن. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ دي هتبقى مذبحه يا شيخ. مذبحه. مسا مسا رؤوف. ماي جاد جرامز بدخل مع صحباتك.
بقص عليك يا فايم. دبل رعد. الست دي كدابة. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقولك يا شوية. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له أدلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ أصور؟ أصور إيه؟ قلتلك شفتهم بعناية دول. أنا مش منقولة من هنا إلا ما تدخلهم كلهم في التخشيبة وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية أنتوا مش بتاخدوا في ألمانيا المواضيع ببساطة برضو؟ شعرفك إن أنا كنت في ألمانيا. ما أنا والأستاذ رؤوف عشرة قديمة قابلته في لجنة قبل كده هوت وهو سايق عربية حضرتك. تبقى أنت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الآخر بصراحة. ممكن كلمة على مفاض؟ ثانية بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط أنا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبة من هنا للصبح نقعد بقى في التخشيبة نفكر في أي جريمة. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمة موجودة. أنا المسؤول عن اللي حصل في الشقة بالبنات دي كلها. إيه رأي حضرتك؟ لكن مروح أنا مش عايز أروح. عايزك تتأكد تماما يا رؤوف إن الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن. وأنت عارف طبعا إن الظباط دول إخواتكم وقرايبكم. وأنا كان نفسي أساعدك وأحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير